وهل تعتقد أن العقوبات المستمرة منذ عقود نجحت في كبح جماح روسيا التي احتلت إقليم القرم ولم يحرك الناتو ساكنا هناك، وهي الآن في روسيا ولديها في سوريا ولديها قاعدة، وهي الآن تدرب المتمردين الخارجين على شرعية حكومة الوفاق في طرابلس؟ هل نجحت هذه العقوبات أم أنها يعني أصبحت شيء يمكن التعايش معه، to live with؟ نعم، هذا السؤال جيد جدا. لا أحد يعني ينكر هذا الشيء، أنه روسيا توسعت كثيرا في السنوات 12 الماضية عندما جاء بوتين إلى الحكم وقال أن هناك علاقات ستكون مع الولايات المتحدة وهيلاري كلينتون وأيضا جورج بوش في ذلك الوقت، لكنه لم تعمل ولم تنجح هذه العلاقات. ورأينا هناك حرب في جورجيا، ورأينا أيضا في القرم، وفي أيضا هناك مشاكل كثيرة في أوكرانيا، ورأينا أيضا مشاكل وفي مولدوفا، ورأينا أيضا الكثير من النتائج السيئة، أرقام عديدة من الردود أفعال الروسية خاصة الأخيرة في سوريا، هناك في طبعا مخيم عسكري في ربينا، وأيضا ورأينا طبعا مبشرين روس تدخلوا أيضا في حروب في سوريا وأيضا في وسط أفريقيا وأيضا في مدغشقر وليبيا. وروسيا هي أيضا تسعى لوضع قدم عسكريا في المنطقة، ولكن لا تستطيع أن تستمر طويلا، وممكن التدخل من أجل أنه سوف تدفع الثمن في مستقبلا. وروسيا أيضا بدأت تتفهم أنه الأموال التي تنفق في سوريا هي كبيرة جدا، سوف لم تدفع مرة أخرى. وروسيا ليست مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هي ليست دولة ممكن أنه تبقى قوية إلى الأبد. وهذا يعني أنه ما رأيناه تحت حكم بوتين يجب أنه تقيم، وليست فقط بسبب أنه روسيا أيضا لا تستطيع أنه الاستمرار على مدى البعيد للتدخل. تتحدث عن الجانب الاقتصادي وعدم قدرة روسيا على الاستمرار لأن النفقات كبيرة، لكن ذكرت لك أن هناك من يريد إحضار روسيا إلى المنطقة بعد أن خذلت أمريكا الخليج في ما توقعه حكام الخليج، السعودية والإمارات والبحرين ومجلس التعاون، من أن أمريكا ستوجه ضربة عسكرية لإيران، فاضطر هؤلاء إلى البحث عن شريك آخر يدفعون له الأموال كما يدفعونها لأمريكا. فهناك ممول دائما، always there is sponsor، يعني sponsor حاضر موجود. فمن أين يعني فكرة أنهم قد يفشلوا في المستقبل؟ هناك ممول خليجي لديه المليارات ومستعد أن يفعل ذلك ضمانا لسلطته والحفاظ على دوله. طبعا أنه الانتشار الروسي هو من ناحية بوتين يريد أن يقول لشعبه نحن لسنا طبعا دولة فقيرة أو تعتمد على الأمور والمساعدات الغربية. هو يريد أن يرى جنوده يمشون في جميع أنحاء العالم، في سوريا، في ليبيا أو أي مكان آخر. فإذا لا يأخذ طبعا أي طبعا إصابات، طبعا لا أعتقد أنه هذه استراتيجية واضحة، هي طبعا انتهازية، هذه عملية انتهازية. إذا نرى هناك فراغ، وبوتين عندما يرى هذا الفراغ ممكن أن يتدخل ويرى أن هناك منفعة بالنسبة له، سوف ينتشر عسكريا. سوريا هي طبعا اعتبار خاص جدا، إذا تتذكر أنه أفضل سلاح لبوتين كان معمر القذافي، ومعمر القذافي توفي
ومات هناك في مكان غريب جدا. وعندما السعودية كانت هناك لديها مشاكل، ردود فعل روسيا طبعا قال أنه أنا طبعا فقدت أفضل زبون لي في المنطقة، إذا حدث هذا حدثي سوف لن يثق بي أحدا. فبوتين طبعا حاول أنه الالتزام ومتابعة الأمور الاقتصادية في سوريا والسيطرة هناك من أجل أنه الحماية البرستيج له، من كأنه هو يعني تحالف قوي جدا يقوم بتمويل المنطقة خاصة تجاه الحكام العرب وخاصة السلطويون. وأيضا دعمه طبعا توسع جدا، خاصة هناك أمور من ناحية الطائفية التي حدثت في المنطقة، لكن هذا لا يمثل طبعا استراتيجية ثابتة. ولا أعتقد أن السوريين أنه هو طبعا شيء مستقر بالنسبة لرشا حاليا.